لقد وصلنا إلى عشرة أيام الأخيرة في رمضان، وهذه الفترة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نشيطا، لم ينم كثيرا، وإقام الصلاة، وكان يدعو الله كثيرا. وهذه الفترة عندما الجسد كان يتعود إلى الجوع والعطش، والغريزة لا تسيطر علينا ثانيا. وهذه الفترة عندما نحن نسيطر على الأنفس وليست الشهوات يسيطرون علينا، ولكن نحن نسيطر عليهن. إذن الآن نرى من نحن بالحقيقة، والحمد لله. وهذه الفترة يسمى زر الريسيت. عندما الكمبيوتر حقك لا يشتغل بشكل جيد، انت تضغط على زر الريسيت وتعود الى الفترة عندما البرنامج في كمبيوترك كان بدون خطأ، وتبدأ العمل من جديد. ونحن نقوم بهذا العمل في فترة رمضان. هذا الشهر عندما نحن نقرأ القرآن، وهذا هو البرنامج الصحيح، ونضغط على زر الريسيت، وحياتنا تعود إلى منهج القرآن حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى. في العالم الخارجي ناس أيضا يضغطون على زر الريسيت، ولكن بمعنى سلبية. أنت تعلم عن الديب ستيت، الدولة العميقة، أنت عندك خبر عنه. هم البنوك والسلطات المالية، أنت لا تراهم لكن هم يرونك ويسيطرون عليك. في سنوات الماضية هم لم يأكلوا بما كان لهم كفاية بسبب الأمراض والكوفيد والأشياء الأخرى، وهم ضغطوا على زر الريسيت وعادوا إلى فترة الحروب الكبيرة عندما هم أكلوا الربا الكثير، لأنه هم يريدون الربا الحرام. ورأهم مبالغ كثيرة، رؤوس الأموال، بعضهم يقول قدره 150 إلى 200 تريليار دولار، الذي هم يستثمروا في الدول، في شركات، في أفراد، لكن بأسباب الكوفيد والسنوات الماضية والصعوبات، الربا والفوائد المئوية لم يرجع لهم بقدر ما هم كانوا يريدون. إذن ريسيت، ويلا لابد يكون هناك حروب من جديد. والآن نشاهد حرب، ونشاهد الاستفزاز وكيف هم نظموا هذا الوضع. إذن الناس الذين اشتركوا في الحرب وانت تراهم هم كل ضحايا، ونحن ضحايا، وأي مواطن ضحايا، ونحن علينا أن نصدق كل شيء ما نرى. لكن الفائزين الصحيحين الذين انت لا تراهم من وراء الستار، الآكلين الربا، رمضان زر الريسيت بمعنى المثالي البوزيتيف. طالما انت اطلعت صيغة القرآن ككل، وبرنامجك جددت لك في جواك،
أنت تستطيع أن تعود إلى المنهج الصحيح حسب المنهج الصحيح. الله يوريك أين هو العلم الصحيح. ليس في كل الأحيان عند البشر وهم يخترعون بعض الأشياء الذي لا يعتبر علم عند الله. بعضهم علم لكن بعض الآخر لا. الله سبحانه وتعالى يوريك أين هو الحق والشريعة الصحيحة. بعض الأحيان ليس البرلمانات الذين يتخذون القوانين الصحيحة وإنت لا تقدر عليهم ولا تستطيع أن تتابعهم. قوانين الله والشريعة أنت تستطيع أن تتابعه. والله سبحانه وتعالى يوريك أين هو الأخلاق الصحيح. ليس الأخلاق LGBTQ المنحرف الذي عليك أن أنت من ورائه وعلى الأقل أنت لا تنتقده ولو أنت نفذت ضدهم شيئا وانتقدتهم أنت مطرود من المجتمع. لكن في فترة رمضان أضغط الريست وأرجع إلى الأخلاق ورؤية الأخلاق من جديد. أضغط الريست وعليك أن ترى من هو الرئيس الجيد والرئيس السيء. مهما هو رئيس دولة أو رئيس الكنيسة أو دين. لأنه بعض الأحيان الرجال الدين الأوحش ناس الذين ينحرفون الدين حسب مصلحتهم وهم يريدون أن تقترب من الأخلاق المنحرفة. إذن فترة رمضان أضغط الريست والله سبحانه وتعالى يفتح لك بصيرتك في قلبك وإنت لا تحتاج إلى عين خارجي. العين الصحيح يفتح لك في قلبك. رمضان مبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.